أربع سور قرآنية اللي هي العاديات والذاريات والنازعات والمرسلات. ماشي؟ الآن الأربع سور هاي بدأت بقسم رباني، هذه الأربع سور بدأت بقسم رباني. اقرأ والذاريات لي، ذروة والعاديات لحظة ضبحة. لحظة لحظة، اقرأ لي أول أربع آيات من سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما بس الآن هاي قسم رباني في أربع آيات، صح؟ صح. لما يقول ربنا والذاريات ذروة هو أقسم بالذاريات. نعم الآن لو قلنا والذاريات ذروة كم حرف؟ 13 حرف. فالحاملات وقرا كم حرف؟ 13 حرف. فالجاريات يسرا كم حرف؟ 13 حرف. فالمقسمات أمرا كم حرف؟ 13 حرف. إذا انتهى القسم الرباني على 13 حرف، صح؟ الله أكبر. روح عند سورة العاديات، أول ثلاث آيات من سورة العاديات، آية اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا 13 حرف. فالموريات قدحا 13 حرف. فالمغيرات صبحا 13 حرف. انتهى القسم الرباني، انتهى. الآن في كلام ثاني، مش قسم رباني، كلام ثاني. روح على سورة النازعات، اقرأ أول بسم آية. الله بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا 13. والناشطات والناشطات نشطا 13. والسابحات فالسابحات سبحا. 13. كمل. فالسابقات سبقا. فالسابقات فالسابقة سبقا 13. فالمقسمات فالمقسمات أمرا أمرا. 13. انتهى القسم برضو 13 ب 13 ب 13، صح؟ الله أكبر. عندك سورة النازعات، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا 13. والناشطات نشطا 13. والسابحات سبحا 13. فالسابقات سبقا 13. فالمدبرات أمرا. 13. انتهى القسم الرباني. هذول عندك أربع سور سورة الذاريات والعاديات والمرسلات وإيش تاني؟ والنازعات. النازعات. هذول القسم الرباني يا شيخ أحمد، القسم طب ما احنا الرباني. ما قلناش والمرسلات. طب اقراها اقراها. والمرسلات عرفا 13. فالعاصفات عصفا 13. والناشرات نشرة 13. فالفارقات فرقا 13. فالملقيات ذكرا. 13. انتهى القسم 13. كل الأقسام الربانية اللي في هذه السور تتكون من 13 حرف، كل قسم رباني يتكون من 13 حرف. الله أكبر. وما الدلالة الإعجازية من رقم 13 يعني؟ أنا تحدثت مع الدكتور زغلول النجار مكالمة هاتفية على أساس إنه يشوف شو الوضع في هذه السور، عجز عن هذا الموضوع. أنا مش عارف شو الوضع، أنا مش عارف بنفسي، مش عارف شو. أنا بلاقي لك إشي أنت أعطيني السبب، أنا ما عندي علم قرآني اللي أقدر أفسر هاي الأمور، لأنه تفسيرها مش سهل تفسيرها. بعدين شوف عندك سبحان الله. الذاريات 8 حروف، العاديات 8 حروف، المرسلات 8 حروف، النازعات 8 حروف. اللي الله بيقول لك أكبر. ما فيش سر رقمي في القرآن، لا، يوجد أسرار رقمية في القرآن الكريم، واللي بيقول غير هذا الكلام كلامه مردود عليه. الله أكبر.